بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. اليوم سوف نقوم بشرح مسارات الشحن والداتا بالنسبة لهاتف الفيفو Y91C كما ترون هنا. هذه مسارات الخاصة بالشارج والداتا. إذن سوف نبدأ على بركة الله. سنبدأ أولا من الكونكتور الخاص بالشحن. هذا هو الكونكتور الذي يقوم بجلب الشحن من الرخامة أو ما تسمى بالكارت مال الخاصة بالشحن. إذن كما ترون فهنا هذا الموجود هنا بالأحمر فهو الموجب، وهذه نقطة الخاصة بالموجب. سوف ننظر هنا، هذا الأحمر الفاتح فهو الـ V-Bus USB-in، يعني الشحن البوزيتيف، يعني الموجب الذي يدخل إلى الكارت مير، يعني اللوحة التحكم. أما كما ترون هنا فهذا الأحمر الداكن فهو الـ V-Bus، يعني الموجب الذي يخرج إلى البطارية. أما هذا اللون البلوسيال فهو USB Data Positive، يعني الموجب بالنسبة للداتا. أما الأخضر فهو السالب بالنسبة للداتا، داتا ماينس. أما هذا الغوزي أو الوردي فهو الخاص بالآي دي. إذن كما أشرت من قبل فهنا هذه هي نقطة الموجب. أما داتا بوزيتيف فهو يأتي من هذه النقطة هنا. نقوم بعمل حساب 1 2 3 4 5 6، يعني رقم 7 على اليسار من هنا فهو داتا بوزيتيف، وهذه النقطة الخاصة والموصل بهذه النقطة. أما الأخضر فهو موصل بهذه النقطة، هذا هو النيجاتيف. سنقوم بتتبع هذه المسارات ونرى إلى أين تذهب. سنقوم بالذهاب إلى هنا. إذن بالنسبة للبوزيتيف فهو يقوم فهو يأتي إلى هذه النقطة. كما ترون فهذه النقاط يمكن إذا وجدت المسار مقطوع في مكان ما تقوم بالقياس في هذه النقاط، ويمكنك عمل اتصال أو إيصال إلى هنا. إذن كما ترون فقد وصل البوزيتيف إلى هنا، ثم دخل من هنا وجاء إلى هذا الآي سي، ثم يخرج من هذا الآي سي ويذهب إلى الآي سي الشحن الموجود هنا، ومن آي سي الشحن الخاص ب أو منظم الشحن فهو يخرج هنا الفي بات، وهو الخاص بالبطارية. الفي بات وهو الذي يقوم بشحن البطارية كما ترون. قم بتتبع هذا المسار، هو يذهب إلى هذه النقطة ثم إلى البطارية. إذن كما رأينا هنا فهذه النقطة متصلة بموجب البطارية هنا وهنا. إذن كما رأينا فالموجب يقوم يدخل إلى هذا الآي سي، ثم يخرج من هذا الآي سي إلى آي سي الشحن، ويخرج من هنا ويذهب إلى البطارية. الآن سوف نقوم بتتبع مسارات الداتا والتي هي وهي متصلة بهذه النقطة هنا وهنا كما ترون، ثم تذهب إلى الآي سي أو البروسيسور من هنا. هذه النقاط، كل هذه النقاط التي تظهر لكم هنا فهي نقاط على المسار، يمكنك التعويض إذا وجدت قطع في المسار. أما هذا الأزهري أو الغوزي أو هذا الغوزي فهو الآي دي الخاص بالبطارية. سوف نقوم بالذهاب، نعم هذه هي البطارية. هذا فهو السالب، يعني البات كوم آي دي كما ترون فهو مكتوب هنا. فهو يذهب إلى البروسيسور، أول شيء هذه النقاط النقطتين الموجودتين هنا، ثم إلى البروسيسور.
بقي لنا شيء آخر وهو أن الموجب فهو عندما يدخل إلى هذا الآي سي قبل هذا الآي سي فهنا نقطة أخرى فهو يذهب إلى آي سي الباور من هنا ثم تتبع هو يذهب إلى آي سي الباور كما ترون ثم يخرج من آي سي الباور لتغذية الـ VPH باور كما ترون سنقوم بعمل خلاصة إذا الشحن فهو يقوم بالدخول من هذا الكونيكتور هذا كونيكتور الموجب وهذا كونيكتور السالب فيقوم بالدخول ثم يمر على هذه النقطة الموجودة هنا ثم يذهب إلى هذه النقط من هنا ثم هنا ثم هنا وهنا ثم هنا ويقوم بالمرور على هذا المكتف ويدخل إلى هذا الآي سي المنظم هو كذلك ثم يخرج من هذا الآي سي إلى هذه النقاط ويدخل إلى منظم الشحن ثم يخرج الفيبات وهو الخاص بالشحن البطارية ثم يمر على هذه النقاط ثم يذهب إلى كونكتور البطارية نعم أما هذا اللون الأزهري فهو الآي دي بات والذي يخرج من هنا ثم يمر على هذه النقط ثم يذهب إلى البروسيسور وهو موجود في خلف من هذه النقط ثم البروسيسور أما الداتا فكما رأينا فهي تخرج من هاتين النقطتين إلى هنا وتمر بهذه النقاط ثم تذهب إلى البروسيسور عن طريق هاتين المقاومتين الموجودتين هنا يبقى لنا أن موجب فهو يقوم بإرسال شحنة إلى آي سي باور هذه الشحنة فهي تخرج عندما نعطي الأمر بتشغيل الهاتف فهي تخرج من هذه النقطة وتذهب لتغذية الكارت مير إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الشرح أتمنى أن يفيدكم هذا الشرح وإلى شرح آخر إن شاء الله